مشكلتك انت وياه. لا 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 إشكال داخل استوديو صار الوقت وضرب بالأيادي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل. وقع إشكال في برنامج صار الوقت الذي يعرض على شاشة ام تي في بين الصحفي سيمون أبو فاضل ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب. وقد تطور الإشكال وصولا للتضارب بالأيدي بعدما قام وهاب أولا برمي كوب الماء بوجه سيمون حتى طلب مقدم البرنامج بوقف البث. وقد تسبب الإشكال في إصابة جرح أبو فاضل بجروح جراء الإشكال. وفي أول تعليق له اعتذر وئام وهاب لصار الوقت حيث قال اعتذر من مدير عام محطة الام تي في ميشيل المرو ومن البرنامج ومن السيد سيمون أبو فاضل على ما حصل معه وهو خارج من الاستديو، وكنا نتمنى لو لم ينحدر الكلام بهذا الشكل لتفادي ما حصل. ومن جانب آخر أرسل الجيش اللبناني دوريات إلى أمام مبنى الام تي في حفاظا على الأمن بعد التوتر الكبير الذي حصل داخل استوديو صار الوقت.